بسم الله الرحمن الرحيم. في قانون يقول لي أن النسبة المئوية للعنصر هي كتلة العنصر ضرب 100 تقسيم كتلة المركب كله. كتلة المركب كله يعني مجموع كتل العناصر كلها الموجودة في هذا المركب. السؤال يقول إذا أحرقنا 12 جرام من المغنيسيوم في الأكسجين ينتج 20 جرام من أكسيد المغنيسيوم، شنو النسبة المئوية مالت الأكسجين ومالت المغنيسيوم في مركب أكسيد المغنيسيوم؟ أول شيء هو علمني أنا أدري أن كتلة المغنيسيوم MS مغنيسيوم مالت MG اللي هو مغنيسيوم زائد كتلة أكسيد المغنيسيوم MS للأكسجين تساوي MS لأكسيد المغنيسيوم. حلو، هذه معلومة عندي. زين، أنا أعوض بالأرقام اللي أعطيناها. هو قال لي حرقنا 12 جرام من المغنيسيوم، إذن هني عندنا 12 زائد MS مالة الأكسجين ما أعرفها، حلو، يساوي كم كتلة أكسيد المغنيسيوم؟ وهو قال لي إن 20 جرام يساوي 20. إذن MS لما أود 12 الصوب الثاني راح تساوي 20 ناقص 12، هذه مالت الأو ترى مالت الأكسجين، هذا راح يساوي كم؟ 8 جرام. إذن كتلة الأكسجين تساوي كم؟ تساوي 8 جرام. إنزين، تعال الحين نحسب النسب المئوية للعناصر. النسبة المئوية للأكسجين راح تساوي كتلة الأكسجين اللي هو 8 ضرب 100 تقسيم كتلة المركب كله اللي هي 20، حلو، وهذا راح يعطينا 40%. النسبة المئوية لعنصر المغنيسيوم راح تساوي كتلة المغنيسيوم حسب القانون اللي فوقها، كتلة المغنيسيوم كم تساوي؟ عندنا 12 معطينا إياها ضرب 100 تقسيم كتلة المركب كله اللي هي 20، وهذا راح يساوي 60%. زين، على جنب كذي، يمكن يقول لك هو يمكن يسألك عن النسبة النهائية، فشنو تقول له؟ تقول النسبة النهائية نقسم النسب المئوية على بعض، فأقول النسبة النهائية تساوي نسبة المغنيسيوم على نسبة الأكسجين، حلو، وهذه لو بسطناهم راح تصير ثلاثة على اثنين، راح ناخذ عامل مشترك 20 نقسم 60 على 20 يطلع لنا 3، ونقسم 40 على 20 يطلع لنا 2، وهذه هي النسبة النهائية 3 إلى 2. شوف السؤال يقول لي ما هي النسبة المئوية لكل عنصر من العناصر الموجودة في مركب يتكون من الصوديوم والكربون والأكسجين، يعني في 3 مكونات صوديوم وكربون وأكسجين كذلك. إذا كانت كتلة المركب كلها هذه هي وقد دخلت في تركيبة، هذه كتلة الصوديوم وهذه كتلة الكربون، أقدر أحسب كتلة الأكسجين؟ أنا أدري أن الكتلة مالت المركب، ها أكتب هنا المركب، الكتلة مالت المركب كله تساوي كتلة الصوديوم Na زائد كتلة الكربون زائد كتلة منو؟ الأكسجين. فهو قال لي كم كتلة مركب؟ كاهي 26.5، وهو معطيني إياها هني. زين، 26.5 تساوي كتلة الصوديوم كاهي 11.5 زائد كتلة الكربون معطيني إياها تساوي 3 زائد كتلة الأكسجين اللي ما أعرفها. حلوين؟ يلا الحين نبي نحسب كتلة الأكسجين، معناته راح نودي الأرقام اللي يمها الصوب الثاني، راح تصير 26.5 ناقص 11.5 ناقص 3 يساوي MS O اللي هي كتلة الأكسجين. ترى مو لازم تكتب MS، اكتب كتلة الأكسجين عادي. انزين، كم تساوي هذه؟
راح يطلع ويانا كتلة الأكسجين 12 جرام. خلاص حسبنا كتلة الأكسجين، وهو يبي الحين النسبة المئوية لكل العناصر هذه. أقول له سهالات، ها بس خل أقسم الصفحة. سهالات، تبي النسبة المئوية الحين أعلمك إياها. أول نسبة مئوية نقول مالت الأكسجين، ها نقول مالت الأكسجين، هذه النسبة المئوية مالت الأكسجين راح تساوي كتلة الأكسجين ضرب 100 تقسيم كتلة المركب كله اللي هي 26.5. نحسبها راح يطلع ويانا 45.28 بالمية. حلوين. الحين نبي كتلة منو؟ الصوديوم. خلينا نقول كتلة نسبة الصوديوم تساوي كم كتلة الصوديوم؟ 11.5 معطيني اياها هو 11.5 ضرب 100 تقسيم كتلة المركب كله اللي هي 26.5، وهذا راح تعطينا 43.93 بالمية. حلوين. ايش بقى بعد؟ كتلة الكربون. ها كتلة الكربون شنو تساوي؟ يلا انت قول لي الحين. ايوه نسبة الكربون راح تساوي كتلة الكربون ضرب 100 تقسيم 26.5، وهذا راح يعطيني 11.3%. هذا السؤال يقول لي أكمل الجدول التالي المتعلق بأكسيد الكالسيوم. المتعلق بأكسيد الكالسيوم أعطاني كتلة الكالسيوم، حلو، قال لي ترى 46 جرام، وأعطاني النسبة المئوية للكالسيوم، لا والله ما أعطاني إياها فاضية، أعطاني كتلة الأكسجين وخلى الباقي كله فاضي. أنا دام عندي كتلة الكالسيوم كتلة الأكسجين أقدر أحسب كتلة المركب، صح؟ إذن يلا خلنا نجمعهم ونطلع كتلة المركب. إذن أقول كتلة المركب تساوي 46 زائد 18.4، وهذا راح يساوي 64.4 شنو؟ جرام. إذن هذه الإجابة الأولى، ها 64.4 يا الحبيب، هذه كتلة المركب كامل، هي مجموع كل الكتل. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. زين يبي النسبة المئوية للكالسيوم، أقول له سهلة، هذه النسبة المئوية مالت الكالسيوم، أو تقدر تكتب الكالسيوم بالعربي كيفك. النسبة المئوية للكالسيوم شنو بتكون؟ مثل ما اتفقنا على القانون، تكون كتلة الكالسيوم ضرب 100 تقسيم كتلة المركب كله، أنا حاسبها توني عدل، وهذا راح يعطيني 71.4%. زين يلا خلنا نحسب كتلة الأكسجين، نسبة الأكسجين، هذه نسبة الأكسجين راح تساوي 18.4 اللي هي كتلة الأكسجين ضرب 100، كله على القانون، ها حسب القانون، تقسيم الكتلة الكلية اللي هي 64.4، وهذا راح يعطيني كم؟ 28.6%. ها ترى اكتبهم هني بس، ها 71.4%، وهني راح اكتب 28.6%. يا رب تكونوا استفدتوا، والحمد لله رب العالمين.